تبارك الله هذا العام كاين الخير. ايه واخا شفت شي في راه ترفسوا عنا اخويا غلا اخا شفت شي في المغرب كله كاين هذا لكن اخويا والله القوسين في راس احنا المساكين صعيب ما شاء الله صعيبه صعيبه الوقت هذا العام صعيب علينا. مرحبا بكم مرحبا بكم لكن راه خير كاين اذا مرحبا بكل متتبعي ومتتبعات قناه شوف تي في من خلال هذا المباشر. حنا اليوم متواجدين في سوق الاربعاء اللي تابع لمقاطعه العزوزيه في مدينه مراكش كما تشاهدوا معنا الان باش نشوفوا باش نقربكم الاثمنه تاع عيد الاضاحي. وهنا في اكبر سوق ديال العزوزيه في مدينه مراكش اليوم الاحد تنعرف واحد الاقبال تيكون واحد الاقبال كبير ديال المواطنين وكذلك حتى الكسابه اللي تيجيو لهذا السوق هذا باش يبيعوا اضحيه العيد هنا بهذا السوق هذا. وتنعرفوا بانه بقى لنا انزل اسيدي انزل 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 على العموم باش نقربكم من يعني من الاجواء العامه بخصوص الكسابه بخصوص كذلك الناس اللي تيبيعوا يشريوا في الحوار وكذلك المواطنين ابتسامات المواطنين. وتعرفوا تبارك الله زيد اسيدي زيد بشويه عليك. على العموم حنا اليوم في سوق العزوزيه باش اننا تشوفوا يعني الاثمنه وتبارك الله تنشوفوا بان الخير موجود ما شاء الله ولكن جيوب المواطنين على قد الحال. 40 شنو هي؟ انا سيدي قرب لك نهار اسيدي بسم الله. انا اليوم كيفاش تشوف السوق؟ بعد ما تلقوا السوق كيفاش تشوف السوق اليوم؟ السوق مزيان اخويا السوق مزيان بالنسبه لبغيتي حاجه مزيانه راه كاينه من 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 60 58 50 على حسب حاجة كل حاجة وثمنها رقيق ثاني راه بثمنه كاينة 30 كاينة 38 كاينة كل 40 هادشي اللي كاين الثمن مزيان. حاجة وحدة اللي كاينة مزيانة هاد العام أنه الحب بعدا لحد الساعة راه ما كاينش الغلم نقية ما فيها لا حب لا والو هذا هو أهم حاجة. شنو سبب الغلا الشريف؟ شنو سبب الغلا؟ ايوا السبب الغلا الله يكون في العوار راه حتى الكساب اخويا راه الكساب راه قال لك راه العلف غالي عليه. نعم يعني حتى الكساب ضايع يعني بالنسبه للعلف. ايوا انا ما نقدر نقول لك واش ضايع ولا ما ضايع ولكن تيقولوا تيقولوا بانه راه ها هو السيد واش الراجل مقيوم عليه حاولي مازال هذا العام شويه نقولوا راه بين وبين وهذا العام كاين تبارك الله الكسيبه كاينه لا كاين الكسيبه كاين الخير الحمد لله ماشي ما كاينش كاين الثمن وكاين الخير ماشي زعما والمليح بثمنه الاقبال الله يجعل البركه يعني بنادم راه غادي تايشريو الناس تايشريو الناس من داك الشيء الناس سنا الحليب وري واحد تا وري هذاك بسنا الحليب وري هود هذاك بسنا الحليب اسيدي عواشر مبروكه وعيدكم مبارك سعيد تنتمناو الجميع ان شاء الله يعيد وبالصحه والسلامه والله يرفع عنا هذا الوباء اللهم امين اللهم امين والسلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. شنو ممكن نسولوك؟ مرحبا مرحبا كيفاش جات السوق اليوم؟ خويا اش غنقول لك بالنسبه للسوق الحمد لله كاين هذا العام هذا كاين المليح وكاين الثمن كاين المليح وكاين الثمن والشهاده خويا كله تيتهلى في رزقه. احنا راه من 6 الصباح حنا تنقلبوا باقي ما تلاقينا مع رزقنا واش لا الله ما شاء الله الله لا مازال احنا باقي تنقلبوا العائله احنا مازال تنشوفوا ما شاء الله واش المسكين يقدر يشري هذا ما عاد مراجعش خويا اش غادي نقول لك المسكين الله يكون ليه في العوان هذا العام هذا صافي ما كاينش كاين الثمن بزاف بزاف فوت القياس تيقول بالله راه زايدين عليه العلب حنا من الصباح حنا تندورو اخويا ما خلينا فين مشينا كاين الثمن انا زيدنا شحال من حاجه خاف علينا كاين الثمن اخويا كاين الثمن المسكين انا جاي ايوا شلات الله اخويا والله ينصر سيدنا الله يصاب الجميع الله يصاب الجميع تفضل حبيبي اش قلتي لي والله جاتك بخير بين نقول لك انا بالله الكساب دابا تيغوت قال لك او ترى مزود عليه العلب مغلين عليه العلب وهو اش تيجير تيزيد على المسكين المسكين دابا هو اللي مسكين واكل العصا مسكين واكل العصا حنا خويا تندورو دابا ودا نقلبو ودا نجيبو الله لا لقينا شي اخويا دا نقلب انا جي شي 34 ولا شي 30 قايله
سميتو هذا هو جدي يا خويا. باقي تلقى انا دابا غير تلقى يا 40 45 باقي يا خويا تنقلب راه من الصباح حنا تنقلبوا حتى حنايا. ومرض اخويا كيفاش هذا الهلف هذا زعما شتي وراه صباط قول شي زعما راه هو هذاك الحمد لله. الهلف هو الشوا. ايوا هذا هو المشكل. اخويا ما تعشوش الشوا تو اخويا اللوبيو. ما بيننا وبين الجيش واخويا حنا مولفين غير باللوبيو والعداس ربي صار بارك علينا. واش اللي كاين اخويا الله يسر الجميع الله يسر الجميع. اخويا ضروري خصني انت اخويا ضروري واخا نعرف انت انا شي نعجه كاع ضروري خصني ما هادشي اللي كاين اخويا ما يمكنش الله يسهل اخويا علينا الله يسهل عليك الله يسهل عليك. تفضل حبيبي تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم اخويا. نعم اسيدي السلام مبروك مرحبا بكم. مرحبا بكم في مره. كيفاش تشوف الاثمنه ديالك اخويا؟ الثمن كاين الثمن كاين. الخروف تاع العام الاول دير 50000 ريال راه داير هذا العام هذا 80000 ريال حتى 85 كاين الغلا اخويا. مسكين مقصح. نعم مسكين زعما راه ما شاريش. نعم هادشي اللي كاين الكسابه هما مضرورين. الله يكون لهم في العوان. انت هما راه العلف وسميتو المليح كاين في السوق المليح كاين ولكن الثمن راه كاين ما شاء الله. والمسكين يقدر يشري هذا العام هذا؟ وبنادم كله غادي يجيب ليه الله رزقه. نعم. كله غادي يجي رزقه حتى لعندو. اللي معيد اللي معيد ب 50 اللي معيد ب 40 غادي يعيد ب 3. الله يصبر. العيد راه دايز الله يسر الامور وصافي مبروك. الله يصبر من عنده الله يفرجها من عنده الله يفرجها من عنده. يعني كما تتابعوا معنا متتابعينا من خلال هذا المباشر يعني الاثمنه تختلف بطبيعه الحال والناس تيشوفوا على قد الجهد وعلى قد الطلب. منين الشريف انتم منين؟ من حضرات عبدة. حنا عبدة. عبدة مرحبا سيدي مرحبا زيد. لا لا باش انت غير باش نروح على كراك. زيد الشري شكون اللي بعيد؟ تفضل تفضل يا نور. رحمنا رحمنا رحمنا. انت من رحمنا منين بالضبط؟ من رحمنا. ها منين من رحمنا؟ من قدام خميس نزلت عندهم. اه كي داير كي اول مره تجيو السوق؟ لا جينا ثلاث ايام ولا اربع ايام هذه. ما بعنا حتى حاجه السوق عيان. ما كاين حتى حاجه السوق كان هاد الايامات زوين ضربه رجع السوق. شنو السبب في السوق؟ شوفوا المعلم شوف اش خصك. نعم تفضل الصحيح. انا شنو المشكل؟ دخلت السلعه. السبب على ما عرفتي انت السبب ديالاش؟ دخلت السلعه. وشحال ديال الثمن دروك هاد البركه اللي عندك؟ الثمن على حسب كل هذاك راه 65. هذا راه 50. ايوا راه رجعت الاثمنه شويه رجعت ب 10000 ولا 12000 باش والله يفرجها من عنده. اي غادي نوب الله تعالى. الله يفرجها من عنده. ربي يصوب الله ربي يصوب الله. كما تتابعوا معنا يعني دوك التصريحات تختلف يعني من كل واحد يعني ما بين الكساب والبياع والشراء بطبيعه الحال. يلا الحاج كي شوف. يلا سيدي بسم الله. يلا بسم الله. يلا يلا الناس جات دكاله. يلا واخا واخا. يعني كما تتابعوا معنا يعني الاثمنه تشوفوا الاثمنه يعني مرتفعه بشكل كبير ولكن كما تيقولوا لانه العلف كان السبب هو العلف دار ارتفاع الاثمنه كما تشاهدوا معنا الان. يعني الكسابه تشوفوا بانه السوق طيح بسبب انه الاثمنه وانه ما كاينش واحد البيع بالنسبه للمواطنين. إذن غادي نقربوا من الاثمنه نشوفوا علاش الاثمنه بالضبط. تيقولوا بانه السبب انه الاثمنه سبب ارتفاع الاثمنه وهو انه العلف للكسابه لانه كان تيشريو العلف بشكل بثمن مرتفع واللي كذا كاين شي ثمن ولا والو؟ الله الخير الحمد لله. والاثمنه انا جاي عندك يلا. صور معنا صاحبي. كي داير اسيدي بخير لاباس عليك؟ الثمن مناسب. الثمن اللي عنده راه اللي عنده من 30 والفوق راه يعيط تبارك الله ماله. 26 28 30 كاينين كاين الثمن ديالو. هو بنادم مشى على جهده راه كاين الثمن مناسب راه ما كاينش زعما شي حاجه. كاين اسيدي اليوم تبارك الله الناس يتقداو الناس زاعمين ماشي الناس يتقداو. اللهم امين. تبارك الله. العلب غالي وكل شيء غالي. ما شاء الله هذا هو المشكل. تفضل يا حبيبي تفضل تفضل. السلام عليكم ورحمه الله الشعب المغربي كامل. اخويا راه كاين الغلا اخويا. هذا السيد هذا قال لنا كاين الغلا. ما عرفتش السيد هذا واش دار. داير مزيان دابا كندور الحوالي ديال 46 كي كيدير ب 56. دابا الحوالي 46 كيدير ب 56. الحوالي ديال ذاك العام اللي كان ما عرفتش الجفاف ولا ما عرفتش شنو كان. كانت كورونا وما عرفتش شنو كان. وكان الرخا شويه. اما دابا اخويا راه هذا لا اخويا وشكرا اخويا. الله يصوب لك اخويا الله يصوب الله يصوب.
إذن كما تتبعوا معنا يعني المواطنين بطبيعة الحال تعبروا هي محبا المواطنين يعني الأثمنة مختلفة تقول بأنه الحولي ديال هذيك السنة الماضية اللي كان نقص شي شوية كان ثمن ثمن نقص هاد السنة هذه يعني الناس تصدموا بأنه الأثمنة مرتفعة ومرتفعة بشكل كبير يعني السبب كما تيقولوا بأنه ارتفاع يعني العلف بأنه السبب ديالو أنه العلف زايد شي شوية هذا هو المشكل وانه دروك يعني تشوفوا بان البيع والشراء تلقى مشكل مع يعني المواطن لانه الاثمنه طالعه بزاف. الشريف من اين جماعه ولاد دليم؟ ولاد دليم نعم. معدل الصفر 44 يعني من الراس السردي من السردي حاج بتي الشريف ديال الحوال 19 وبعتي بعنا باقيين هاد السبعه بقاو سبعه من 19 اييه ولكن اش غنديروا حمدنا الله الله يعاونهم حتى هما راه رزقهم هذاك حنا راه كنخدموا على قبلهم كنديروا لهم حاجه نقيه وحاجه زوينه باش يتبرعوا ولكن هما ما كيتيقوش واش هادشي كاين لا اله الا الله لا اله الا الله الكساب مكر والله قسم الا مكرفس راه كاين الكميه دابا دروك اللي غادي تحاز مع راسو تلقى مليون تتعلف عليه كريدي السيد اختنا لا اخرى يا رب هاي هاي اسمع على ودنيك هاي بدو يا الله يا مليح هو هو خويا احنا ما كنكذبوش واش المسكين يشري هذا العام والله تيتبرع انا حلفت لك والله والله تيتبرع ان شاء الله خير موجود الحمد لله راه ربي هو كبير راه غادي يفوج على الكبير والصغير وكل شيء راه الوقت مبرع الحمد لله واخا حنا يخلف لنا الله تعالى فرحاني الله امين يا ربي امين شحال ديال دروك الحل ما بين 40 حل كاين 30 كاينه 38 كاينه هذا راه تعطونا فيه 30 وحنا كنقولوا بغينا غير 40 نعم ها هي ما لقيناش هاد الحولي سمين ولا ما سمين سمين تبارك الله يا تبارك الله شوف 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 هاد شوف القرف هذا وشوف هاد العلف تبارك الله والعلف نقي تبارك الله راه غير الثمن ب 70 الكيلو الثمن كنشروه ب 70 الكيلو 70 ريال الكيلو الثمن خنشه فيها 10 كيلو ب 700 الله يفرجها من عنده. الله يفرجها من عنده. الله يفرجها من عنده. ما شاء الله كما تتبع معنا متتبع اللهم امين الله يستر امين. شكرا خويا. تيشكي والمواطن تيشكي وما عرفنا علاه من دابا نشكيو حنايا. شكرا خويا. كما تتبع معنا حنا في قلب سوق العزوزي كما تشاهدوا معنا متتبعينا. حنا نقربكم من الاثمنه يعني كل مواطن يعني تعبر على يعني تشوفوا ان المواطنين كان واحد الاقبال ولكن الثمن بالنسبه لهم يعني صعيب تشوف بان الاثمنه مرتفعه بشكل كبير في حين انه البيع والشراء تيقول بانه الالف هو اللي سبب غلاء ديال الالف والكساب هو اللي غالي بطبيعه الحال طبعا كان واحد الوفره كبيره ديال اضحيه العيد هذه السنه ولكن للاسف القدره الشرائيه تقول شي كلمه الشريف زيد 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 نعم زيد مرحبا بك معنا السلام عليكم وعليكم السلام يعني كنت تشوف السوق اليوم هذه ثاني يوم بعد افتتاح السوق يعني كنت تشوف الاثمنه هنا في السوق كنشوف اخويا الاثمنه بانه مرتفعين كاين شويه الثمن شحال تقريبا تتلقى في السوق؟ داك الشيء ديال داك العام اللي كان ب 30 دابا داير 42 44 زيادة تقريبا 700 درهم في الثمن ديال الحولي هذا الشيء تيتشكاو منه الناس اللي تيكسبوا كسابه تيتشكاو بان العلف كذا غالي والثمن غالي والمصاريف ديالهم وحتى المواطن حتى وراه تيتشكى يعني خص يشوفوا لا سورس ديال المشكل فين كاينه لا سورس ديال المشكل فين غادي تكون الله اعلم تيقولوا بان العلف غالي بزاف تيشري لك العلف غالي بزاف ودابا الثمن دايره 15 درهم البالا دابا حاليا الثمن دايره 15 درهم البالا ذاك العام راه كان 35 درهم 40 درهم هذا العام هذا داير 15 درهم بالا 15 درهم هما ديما تيشكيو الله يهدي ما خلق هذا الشيء اللي كاين ديما الشكوى الله اخويا قسما بالله المواطن الضعيف ما عادش ما قدرش ما عندوش باش يعيد اشنو المعنى من هذا الشيء ما عنده حتى شي معنى الانسان ما يعيدش وحسن له واش مشى خويا غالي طالع بزاف بزاف اول مره تسمع الله يحسن اي الله يحسن العوان للمواطن حتى هما تيشكيو حتى حنا تنشكيو والشكوى الله سبحانه وتعالى ما شاء الله اخويا الظروف كان ظروف اجتماعيه صعيبه صعيبه وكل الناس مساكن الناس موقف من الخدمه هادي عامين دابا عامين ما خدمش كيبغي يجري حتى يشري هاد الحولي ديال العيد
كيبغي يجري حتى عياد، كيبغي يفرح وليداتو. الله يكون في عوانه، الله يشوف ليه من حاله اخويا. هادشي نتمنى من الله، والله يدير شتا ويت الخير. الله يفرج علينا. هادشي هادشي تنقولوا اللهم امين اخويا، الله يسهل امرك، والله يعاونكم على هادشي تديروا. شكرا بارك الله فيكم، الله يعاونكم. شكرا، تحياتي تانا ليكم ولجد القناه الجميله. الله يلاه متبعين اخبار اخويا، والله الا متبعينا. الله يحفظكم، الله ييسر لكم، الله يعاونكم اخويا، الله يحفظك. امين. العموم كما تبعتم علي، كاش كاين؟ كاين شي غلاق؟ شحال هاد الخير هاد الجوج هاد بشحال؟ قال لي عيانه. اش اللي عيانه؟ اش اللي عيان؟ المعاشو. المعاشو اللي عيان. متى يجري تا يعيا مسكين ما عندوش. قال لي عيانه. ما شاء الله. ما شاء الله. الله يصوب ما عندك، الله يصوب ما عندك. كما تابعتوا معنا يعني هذه الردود ديال المواطنين، وكذلك البيع والشرية، يعني الأثمنة تختلف على حسب تنعرفوا بأنه كل بيع وشري، يعني شوف الله أعلم شحال شاري يعني الكسيبة ديالو باش أنه بيعها وعرضها هنايا في السوق، والحمد لله على كل حال. ولكن كان أنه الأثمنة مرتفعة، وهي اللي دفعت علامة استفهام كثيرة بالنسبة لهاد الناس هذو. كيفاش الناس هذه عايده بطبيعة الحال؟ ان شاء الله غادي نقوموا بزياره متكرره على السوق باش انا نقربوك شويه اكثر فاكثر من الاجواء ديال هذا السوق بطبيعه الحال، سوق اكبر سوق ديال العزوزيه بمدينه مراكش. شكرا لكم منطقه المنار، شكرا لكم وتحياتي لكم متابعينا خلال هذا المباشر.